وفي اليوم العالمي للغة العربية تشارك دولة الكويت العالم الاحتفال بهذه المناسبة، والتي أكدت فيها الأمم المتحدة عام 1974 على الدور الكبير لهذه اللغة السامية في إعلاء مكانة الحضارة الإنسانية وتقدمها. ومن هذا المنطلق تقيم مكتبة الكويت الوطنية احتفالا بهذه المناسبة. وللمزيد حول هذه الفعالية تنضم معنا على الهواء مباشرة من مكتبة الكويت الوطنية مراسلة تلفزيون دولة الكويت ديما دحدل. ديما، كيف هي احتفالية الكويت بيوم اللغة العربية؟ نعم زميلتي فاطمة، أسعد الله صباحكم. بالفعل نحن نحتفي اليوم في اليوم العالمي للغة العربية، وعلى وقع هذا الاحتفال نتواجد في مكتبة الكويت الوطنية، خير مكان يحتفى به في اللغة العربية. وهذه اليوم المكتبة شهدت منذ الصباح استقبال للكثير من الوفود، وهناك فعاليات تقام على هامش هذه الاحتفالية بلغة الضاد، لغتنا العربية، والكل اليوم يركز على أهمية الحفاظ عليها، ولأنها بالفعل هي كنز حقيقي يجب أن نزرعها في نفوس النشأ لكي تبقى دائما وأبدا حية. لن أطيل أكثر لأنه خير من يتحدث عن هذا الموضوع نستضيف معنا السيد كامل العبد الجليل، وهو مدير العام للمكتبة الكويت الوطنية. بعد التحية سيد كامل، حدثنا اليوم عن الفعاليات التي تقام في مكتبة الكويت الوطنية والرسالة اليوم التي تبعثونها من المكتبة. يسعد مكتبة الكويت الوطنية الاحتفال بيوم اللغة العربية الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة ليكون 18 من ديسمبر كل عام يوم نحتفي ونحتفل به تخليدا وتعزيزا وإحياء لدور اللغة العربية ذات المكانة الثقافية الكبيرة، فهي لغة القرآن الكريم. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه اللغة العظيمة التي تستطيع أن تعبر بكل وضوح عن أمجاد العرب وتاريخهم العريق، وعن حاضرنا وعن مستقبلنا الواعد والزاهر بعون الله. فعلينا مسؤولية وأمانة كبيرة، سواء كان في مكتبة الكويت الوطنية أو من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والمعرفية في دولة الكويت، الاهتمام وعلى امتداد الوطن العربي الحرص الشديد على الاعتزاز باللغة العربية والمحافظة عليها وصونها من تحديات الزمن، تحديات داخلية وخارجية كبيرة تواجه اللغة العربية اليوم، وعلينا التصدي لها بوسائل كثيرة، أهمها التربية والتنشئة وتعويد أطفالنا والناشئة والكبار الشباب على حب اللغة العربية وغرسها في نفوسهم من خلال القصص ومن خلال الكتب، حتى وإن كانت إلكترونية ولكنها تكون باللغة العربية. مكتبة الكويت الوطنية تولي هذا الموضوع اهتمام كبير، فمكتبة الأطفال ومكتبة الناشئة والكبار على السواء تهتم جدا باللغة العربية وتقيم عدة أنشطة وفعاليات ليس فقط في يوم اللغة العربية وعلى امتداد العام. نقدم كثير من الخدمات المكتبية ونحبب الأطفال عند زياراتهم المدارس بالقراءة وبالاطلاع على اللغة العربية ومفرداتها ومعانيها، فهي لغة ثرية فيها ثروة كبيرة جدا من المفردات التي تستطيع أن تعبر وأن تواكب الزمن وأن تواكب اللغات الأخرى المنتشرة في العالم، وتكون فعلا هي الهوية الوطنية التي يجب والعربية التي يجب أن نحافظ عليها. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة سيد كامل عبد الجليل، كنت معنا. وبالفعل نضم صوتنا لصوتك بضرورة الحفاظ اليوم على اللغة العربية، هذا الكنز اليوم الثمين، وبالفعل اللغة الجميلة التي يجب دائما أن نستقي وأن ننهل من ينابيعها التي لا تنضب. هذا كان كل شيء زميلتي فاطمة، وعودة لكم إلى الاستوديو. نعم ديما دحدل من مراسلة تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول إلى ضيفك الكريم. إلى هنا مشاهدة.